السيد رئيس الجمهورية عندما قلنا بلي لمسنا فيه الإرادة الحسنة والقوية من أجل إخراج البلاد من الوضع اللي راهي فيه، كان شعور حقيقي وكان واقع. لمسنا أنه حاب بلي زونجاجمون تاعو اللي نتفق في الكثير والكثير من النقاط فيها، حاب يخرج من البلاد من هذا الوضع اللي هو فيه، وكانت فيه إرادة حسنة. لكن للأسف في الكثير من الأحيان السيد الرئيس لا يتبع بقرارات حكومية في مستوى تطلعاته، وفي الكثير من القطاعات وحنا كنا نددنا بها. قطاع الصناعة خلى الجزائر تضيع عام ونص، قعدنا ندورو في حكاية تشارج واوتوريزاسيون فيكول، نجيبوه ما نجيبوهش، وكنا في هذه القاعة والصحافة موجودة والتسجيلات موجودة، وكنا قلنا باللي قطاع الصناعة ماشي وداين البلاد الهاوية. كنا قلنا بأن الرئيس حدد 5 مليارات للتصدير، لكن للأسف الثورة اللي حاب يديرها السيد وزير المالية في لا ريفورم، في إصلاح النظام الجبائي والنظام المالي، كانت أكوتي دو لابلاك، ما كانتش تمشي وفق الهدف، ومازال نقولوها اليوم من عاد. كنا نقولوا السياسات الزراعية والتحويلية اللي تكلم عليها السيد الرئيس من أجل خلق القيمة المضافة وخلق مناصب الشغل، للأسف مازال الناس تنشط، ماهيش تنشط للبلاد وباش تدير استراتيجية البلاد، الناس هي تنشط للجي تي دفانتر. نخرجوا في خراجات للأسف في بعض الأحيان، الكاميرا فوق الكتف، ويتبع واحد يقطع في حاشية، واحد يغرس في شجرة، واحد كذا، ما كاش اون بورتي استراتيجيك بو لي سورتي دي موم دي غوفرنمون، ما كاش. في الكثير من الاحيان لحينا عليها وقلنا باللي يا جماعه رانا كاين دينا قضيه لي ريفورم نتاع الكوتي فيسكال اي بارا فيسكال، تكلمنا عليه بكل قوه وقلنا باللي يا جماعه ما لازم تكون عندنا ارضيه للاصلاح الجبائي لتطوير اللي يخلي البلاد تتطور وتمشي الى الامام. السيد الرئيس مؤخرا في لقائه الاخير مع الصحافه تكلم عليها، قال توسيع لاسيات فيسكال، وهذه عندها قوانينها وعندها خبراءها، والحمد لله في الجزائر عندنا خبراء وعندنا اساتذه، ومن بينهم السحر شاوي موجود معنا لانه كان قدم فيها الكثير انذاك، وعندنا اطارات في الماليه في الاقتصاد، في عندنا خبراء اللي راهم يصنعوا في لي بوجور تاع الدول الاخرى، في لا بانك مونديال، شوفوا لا فامي لا بانك مونديال اي توت لي انستيتيوشن انترناسيونال، شوفوا لي زالجيريان واش راهم يديروا. بعد انا نجي هنا نشوف ان شاف دو بيرو داخل اوتاج داير البيرو تاعو وخليه يضيع لنا الوقت، لا احنا راح نقول لهم شوف التوافق المسؤول، الشيء اللي يكون ماشي قطاع الصحه بالرغم انه عنده مخلفات في قضيه اصلاح المستشفيات واصلاح الصحي، بالرغم من ان عنده مخلفات لان الرئيس تكلم على 400 مليون دولار تصدير في صناعه الادويه، لكن للاسف وزير المكلف بهذا الامر ما راناش نشوفوا في هذا لابورتي استراتيجيك اللي تكلمنا عليها اللي موجوده في برنامج السيد الرئيس وموجوده في برنامجنا، ما راناش نشوفوا فيها. مازلنا نضربوا على شكون اللي يدير المارشي الفلاني وشكون اللي يدير المارشي الفلاني، مازلنا عندنا مخلفات عقليه العصابه مازالها موجود الدور في بعض الادارات، وهذا الارندي راح يعارضه بكل قوه، ومؤسستنا للتشريع راح تمشي في هذا الاطار وراح تمشي في هذا التوجه. اغلبيتنا تضم الى الاغلبيه الرئاسيه ان شاء الله ونمشي في هذا الاطار، راح نمشي ونتقاطع مع السيد الرئيس في الكثير والكثير من النقاط الاستراتيجيه، لكن رايح نمشي ونعز ونعطي للبرلمان دوره الحقيقي في المراقبه، نعطي للبرلمان دوره الحقيقي في المساءله.